السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا لإكزيرسيس نميرو 2 ديتيرميني لا فونكسيون ديريفي دو لا فونكسيون اف دون شاكان دي كا سويفون. يعني خصني نحسب الدالة المشتقة في كل حالة. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي 12 حالة، غادي نحاول ندير معكم لو ماكسيموم واللي بقى غادي نخلي لكم. واضح؟ يلا نبداو بلا كوريكسيون. يلا نبداو بالأولى وعاد نشوفوا شنو نديرو. بالنسبة للأولى كيف كتشوفوا معايا سيتي اون فونكسيون بولينو، بالضروره باش نجاوب على بحال هاد لي كيسيون هادو خصني نكون شفت لو كور، لان كامل القواعد ملي كنطلب منك لا فونكسيون ديريفي هنا كتدخل البريم وفي الجهه الاخرى كتدخل كذلك بريم. صافي هكذا. حنا كنا شفنا بان لا ديريفي دو اكس كاري يعني ديال اكس كاري لي 2 اكس مع 3 اللي تولي لي 6 اكس. هنا 3 فوا 2 اكس لي 6 اكس plus la dérivée de x لان هاد لا ديريفي كتدخل على 3x كاري وكذلك كتدخل عند x وكتدخل عند موان 2. la dérivée de x اللي هي 1، la dérivée de ax اللي هي 1، واش متفقين؟ la dérivée de موان 2 اللي هي 0 يعني plus ou moins 0 اللي تعطينا في الاخير اللي هي سي اكس بلس 1. متفقين؟ هذه لا فونكسيون ديريفي بكل بساطه بالنسبه للمثال الاول. يلا ندوزو للثانية. شنو عندي في الدوزيام؟ اف دو اكس اللي هي اكس على بويسونس 3 بلس 2 اكس كاري بلس اكس موان 2 اف بريم دو اكس ما ننساش على بويسونس 7. هنا اف بريم دو اكس هنا كذلك غادي نحاول ندخل البريم 2 اكس كاري بلس اكس موان 2 على بويسونس 7 وعاد نديرها كبري. واش متفقين؟ كنا شفنا في لو كور بلي او على بويسونس ان بريم اللي هي ان فوا او بريم فوا او على بويسونس ان موان 1. هي اللي نابليكي هنايا كتشوفوا بلي البويسونس اللي هي 7 وغادي ناخذ لا فونكسيون ديالي وغادي ندير ليها البريم وندير فوا فوا اكس على بويسونس 3 لا ميم فونكسيون ديال على بويسونس غادي نقص منها واحد. البويسونس كانت 7 غادي نقص منها 1 اللي تولي ليا 6. واضح؟ يلا بقات ليا دابا غير لا ديريفي لهادي ما ننساهاش، لان قلت لكم ليا ان فوا او بريم فوا او على بويسونس ان موان 1. الان ها هي هادي هي الاو بريم، ها هي او ولكن درت ليها بريم، وهنا هي او على بويسونس ان موان 1 كانت 7 ولات 6 اللي تعطينا 7. عرفنا بان لا ديريفي دو اكس على بويسونس ان la dérivée de x à la puissance n liée à n fois x à la puissance n moins 1. هادشي كامل خصنا نحفظو. la dérivée de x carré liée à 2x مع 2 اللي تولي 4x. la dérivée de x كيف قلنا من قبل liée à 1. la dérivée de moins 2 liée à 0 بلا ما نكتبها. fois x à la puissance 3 plus 2x carré plus x moins 2 le tout à la puissance 6. وحنا سالينا من la deuxième exemple. يلا خليك معايا لو كاتريام اكزومبل، لان كيف كتلاحظوا بلي عندي اون فونكسيون راسيونيل في 3 وفي 4 يكفي نخدم وحده فيهم باش بلا ما نعاود نفس الخدمه. عندنا اف دو اكس اللي هي اكس كاري بلس 3 اكس موان 1 سور اكس كاري بلس 1. هاد لا فونكسيون كتشبه لهاد لو كا اللي كنا خدمنا في لو كور اللي هو او سور في، هي او بريم في موان في بريم او سور في كاري. عرفنا شكون اللي كيلعب الدور ديال في وشكون اللي كيلعب الدور ديال او. دابا غنكتب مباشره بلا ما ندير اونتر بارونتيز، لا تعطينا ليا اكس كاري بلس 3 اكس موان 1 بريم فوا فوا اكس كاري بلس 1 ولكن بلا بريم موان، وناخد في اللي هي كاينه في لو دينيميناتور وندير ليها بريم اللي كاينه في المقام فوا لو نيميراتور مي بلا ما ندير له لا ديريفي. واش متفقين؟ ندير سور سور اكس كاري بلس 1 وما ننساش لو تو او كاري، لان في كاري وهذه هي في خصني ندير ليها كاري. مزيان شحال تعطينا؟ لاحظ معايا تعطينا عندنا لا ديريفي ديال اكس كاري اللي هي 2 اكس ديال 3 اكس اللي هي 3 بالنسبه لاكس كاري بلس 1 غتبقى موان لا ديريفي
ديال اكس كاري اللي هي 2 اكس وديال 1 اللي هي 0 بلا ما نكتبها وتبقى لي اكس كاري بلس 3 اكس موينز 1 سور اكس كاري بلس 1 لو تو او كاري. يلا نكملو شحال تعطينا. خصني دابا نديفلوبي. شوف معايا هادي في وحدي هادي كذلك وهادي كذلك صافي اللي هي 2 اكس على بويسونس 3 بلس 2 اكس بلس 3 اكس كاري بلس 3 هنا كذلك تولي هي موان 2 اكس على بويسونس 3 موان 6 اكس كاري بلس 2 اكس. هنا الغالبية ديال التلاميذ فين تيغلط في هاد لو ديفلوبمون هذا خاصك تركز معاه مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي لا سامبليفيكاسيون ب 2 اكس على بويسونس 3 شحال تبقى ليا. لاحظ معايا غادي تبقى غادي نبدا بالبويسونس الكبيره اللي هي 3 اكس كاري موان 6 اكس كاري اللي هي موان 3 اكس كاري هادي مع هادي بقات ليا 2 اكس بلس 2 اكس اللي هي بلس 4 اكس هادي مع هادي باش ما ننسى حتى وحده وتبقى ليا بلس 3 ها هي بلس 3 سور اكس كاري بلس 1 لو تو او كاري. واضحه؟ نتمنى تكون واضحه ومفهومه ونمروا الاكزومبل اخر ونمروا لا سانكيام فونكسيون اف دو اكس ايغال راسين دو اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. نحسبوا اف بريم دو اكس مي خصنا قبل من هادشي نكونوا عارفين شمن غولاسيون اللي نطبق. هنا عندي راسين دو او بريم غاسين ديال واحد الداله بريم اللي هي او بريم سور دو غاسين دو او. قلت لكم هادشي خصكم تكونوا حافظينه ما فيش المشكل. شكون اللي كيلعب الدور ديال او اللي هي اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 وندير بريم سور دو غاسين دو او. شكون اللي كيلعب الدور ديال او كيف قلت لكم اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. دابا بقى ليا غير الحساب شحال تعطينا. لا ديريفي ديال اكس كاري اللي هي 2 اكس موان 3 اكس لا ديريفي ديالها اللي هي موان 3 لا ديريفي دو 2 سي 0 سور 2 غاسين اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. مرو لا سيزيام فونكسيون هنا كيف كتشوفوا معايا عندي لو برودوي دو دو فونكسيون يعني او فوا في بريم. هنا فونكسيون هنا فونكسيون بيناتهم لو برودوي ملي كنبغي ندير لا ديريفي اللي هي او بريم في بلس في بريم او. متفقين؟ شكون اللي كيلعب الدور ديال او هي هادي واللي كيلعب الدور ديال في هي هادي. شنو نكتب اللي هي 3 اكس بلس 2 بريم مزيان فوا غاسين اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 متفقين بلس وناخد الثانية بلا ديريفي يعني اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 هكذا فوا فوا او سون ديريفي يعني خديت الاولى بلا ديريفي الثانية بلاش بلس الثانية بلا ديريفي والاولى بلاش. واضحة؟ قلنا لا ديريفي دو 3 اكس اللي هي 3 لا ديريفي دو 2 اللي هي 0 هنا 3 بلس 0 غتبقى غير 3 غاسين اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. هنا لاحظتوا معايا بلي غاسين دو اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 راهي اللي خدمناها في لا سانكيام كيسيون وكنا شحال لقيناها يعني في حالة رجعتو غادي تلقاوها اللي هي 2 اكس موان 3 سور 2 غاسين اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. اللي بغى يعاودها بالحساب راه ساهله اللي هي او بريم سور دو غاسين دو او فوا فوا 3 اكس بلس 2. متفقين؟ ونخليها بحال هكا راه مزيان. غادي نمرو مباشرة دوزيام فونكسيون لا فونكسيون اف دو اكس ايغال سينوس 3 اكس موان 2 بلس 5 كوسينوس 7 اكس بلس 3. هنا خصني نكون عارف لا ديريفي سينوس دو او اكس سينوس دو او اكس بريم اللي هي او بريم اكس فوا كوسينوس دو او اكس. متفقين؟ مي الا كانت عندي كوسينوس ديال واحد الدلاله داخل اللي غنعتبرو اللي هي او ودرت البريم اللي غتعطينا اللي هي او بريم اكس وما ننساش بان كوسينوس كيولي موان سينوس هكذا. متفقين؟ نطبقو غير غولاسيون ما تخلعوش من هادشي.
قلنا بان السينوس دو اي اكس هذه اللي كتلعب الدور ديال اي نجيبها على برا كيف كتشوفوا معايا وندير ليها بريم سينوس كترجع كوسينوس وكتكتب 3 اكس موان 2 بلس 5 ها هي 5 نكتبها وغادي نخرج اللي عندي وسط الكوس وندير له لا ديريفي مزيان وعرفنا بان لا ديريفي دو كوسينوس ليا موان سينوس يعني هنا خصني ندير واحد الموان صافي اللي تولي ليا سينوس 7 اكس بلس 3 ونجي هنايا وندير لو سين موان هكذا يلا نحسبو اللي تعطينا ليا 3 كوسينوس 3 اكس موان 2 وليتو كتعرفوا دابا هادشي هنا تعطينا موان 35 علاش لان 5 فوا 7 7 اكس بلس 3 بريم اللي هي 7 7 فوا 5 اللي هي 35 سينوس 7 اكس بلس 3 واضح وهنا سالينا لا 11 غادي ندوزو للاخيره باش نختموا هذا التمرين هذا يلا نمروا للاخيره اف دو اكس ايغال سينوس دو 3 اكس كاري موان 2 اكس بلس 3 بنفس الطريقه اللي كنا خدمناها قبل عرفنا بان سينوس دو اي اكس بريم اللي هي يعني كناخذ اللي هو السينوس يعني 3 اكس كاري موان 2 اكس بلس 3 مزيان والسين كترجع كوس ونكتب 3 هنا ما ننساش بريم 3 اكس كاري موان 2 اكس بلس 3 اللي تعطينا اللي هي سي اكس لان لا ديريفي ديال اكس كاري اللي هي 2 اكس مع 3 اللي تولي سي اكس لا ديريفي موان 2 اكس اللي هي موان 2 لا ديريفي دو 3 اللي هي 0 كوس 3x كاري موان 2x بلس 3 وحنا سالينا هاد ليكزيرسيس داكشي اللي بقى نخليه لكم بالنسبه لهاد التمرين هذا خصكم توليو تعاودوه بوحديتكم وداكشي اللي بقى غادي تقوموا به حتى نتلاقاو في فيديو اخر اللي نشوفوا فيه ليكزيرسيس نيميرو 3 خليكم معايا.